السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع ديال الناس اللي تيكونوا غاديين في الشارع تيتسرعوا، تيكون في المنزل تيتسرع، تيكون غادي طالع صاعد في حافلة تيتسرع، تيطيح على الدرج ديال الحافلة، تيطيح على حجرة، تيطيح على شي وتد، تيطيح على شي قرادين الزاج حادة، تيطيح يعني الإنسان تكون غادي تيطيح راه ما تيعقلش إمتى تيطيح. حنا ما دين واحد النظرة نقولوا طيحوا الضرورة، طيحوا المسلمين، خطأ. الجرة ما فيهمش غير المسلمين، راه فيهم اليهود، فيهم النصارى، فيهم المجوس، فيهم بحال البشر، ديانات وأشكال ومعتقدات وتقاليد، بحال البشر بحال الجن كيف كيف. لهذا واحد الناس تيطيح هذاك السيل، ديك السيل تيديروا ليه السوار في يده وتيديروا تيمارسوا شي معتقدات خاطئة. لا خطأ، هذاك السيد ملي غادي يتسرع ويكون شي راقي بعيد علينا ولا الفقيه بعيد علينا، كيفاش كيفاش باش نديبانيو بالمستعجلات، شي حاجه استعجاليه روحيه. غادي نشد كاس ديال الماء ولا قرعه ديال الماء ناخذها من الحانوت بالزربه الا ما كانش شي ماء حدايا، نقرا سوره البروص 7 المرات ونأذن في الاذن ديالو اليمنى 7 المرات ونقيم الصلاه في الاذن ديالو اليسرى 7 المرات. ثم وانا تنأذن والشيخ شخص اللي كان حدايا او المكتب بوحدي غادي نقوم بعمليتين، في نفس الوقت تنأذن ونرش في الماء وفي نفس الوقت تنقيم الصلاه وترش في الماء، ثم غيفيق هذاك السيد وغادي يهرب هذاك الجني. هذا غير مجرد ديباناج على ما دير الراقي ولا دير الفقي اللي غي حصر هذاك المتلبس يخرجوا بعهد او باسلام او ب مول سخر. وتنسوا الاشتراك القناه ديالنا في اليوتيوب، في التيك توك القناة ديالنا في اليوتيوب راه فيها فوائد عظيمه.